أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمر رياض أحييكم ويطل عليكم يوميا من شاشة قناة الرشيد وحلقة جديدة وإن شاء الله تكون مميزة بأخبارنا بمتابعاتنا بضيوفنا المتواجدين معنا في استوديو حديث الملاعب. البداية راح تكون من لقاء من بعد هذا اللقاء أيضا في خضم المشاكل المتسارعة في الوسط الرياضي. أزمة الطلبة انحلت، نادي الطلبة راح نشاهده في الدور الممتاز لولا لأن تصريح لجنة التراخيص يوم أمس قالوا 95% أنه النادي خارج إطار الدور الممتاز لهذا الموسم. السيد محمد الهاشمي واللقاء مع عباس الياسري بعد زيارته اليوم لمقر اتحاد كرة القدم. شنو اللي صار؟ شنو الضمانات؟ شنو الوعود؟ راح نتعرف عليها من خلال هذا اللقاء مع مراسلنا عباس الياسري. شنو الطلبة باقي لولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله الطلبة باقي. طلبنا من الاتحاد العراقي تأجيل مبارياتنا. تعرف الفريق كان بوضع بين شارك أو ما يشارك، إحنا عندنا التزامات راح نوفيها أما بكرة أما بعد بكرة تنتهي العملية. فطلبنا التزامات المالية بالنسبة للاعبين بعد تعهدات اللي من وزارة الشباب وزارة التعليم العالي بالدفع استحقاقات اللاعبين اللي يطلبون نادي الطلبة، وكل الجهود مبذولة في سبيل إن نذلل هاي الصعاب كلها. الاتحاد خلينا واحدة واحدة سيد، هسه الاتحاد وافقوا على التأجيل؟ بالتأكيد أنا بالنسبة لي قدمت طلب أنه الاتحاد أنه أريد تأجيل مباراة لأن فريقي ما مستعد، بعد ما مستعد. طيب حكيت ويا الأستاذ علي جبار الرجل موافقة؟ الرجل قال إحنا كل رحابة صدر. طبعا بالتأكيد لا عشان طاك موافقة. نرجع موضوع الأموال بس، حتى هسه أنت أجلت مباراتك، موضوع الأموال تقول عندنا ضمانات من الوزاره يعني بس ما استلمت فلوس ويومين شو راح تنحل؟ ان شاء الله ان شاء الله يا اما بكره يا اما بكره يا اما بعد بكره نسدد اللاعبين، لان احنا طلبنا مهله اليوم 19 بالشهر من الاتحاد الاسيوي. من راح يسدد؟ وزاره الشباب لو التعليم؟ اذا كانت وزاره الشباب هي الكافل والضامن، احنا وزاره التعليم العالي راح نحرر صك من عتا. تدري انت الان مناقله موجوده دزيناها لوزاره الماليه. مجرد اذا وزاره التعليم وزاره الشباب بما انها هي الكافل السد، واحنا ندسك لوزاره الشباب من التعليم العالي لوزاره الشباب من نادي الطلبه من وزاره الشباب الان طلع لكم من عندها مليار فعلا هالكلام؟ نعم صحيح صحيح. زين استاذ محمد، بالنسبه لموضوع استمراركم او عدم استمراركم، اكو موضوع ال 400 مليون او اي شيء، بس خلي الامور واضحه حتى نخلي. ما عندي علم بهاي الشغله، ما اقدر احكي. ما إذن هذه هي أمور الطلبة. الإدارة تقول أخذنا ضمانات من الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة هي الضامن أو الكفيل، فبالتالي إحنا راح ننقل الأموال للوزارة والوزارة هي توزعها على اللاعبين. لكن إلى الآن ماكو شيء رسمي أو أوراق رسمية واصلة إلى لجنة التراخيص. قبل قليل خلاص اجتماع اتحاد كرة القدم مع الكابتن عدنان درجال في مقر نادي أمانة بغداد شباب الطونة. الصور الخاصة والحصرية لبرنامج حديث الملاعب اليوم، يعني قبل قليل اجتماع انتهى بين الكابتن عدنان درجال وأعضاء اتحاد كرة القدم، جميعهم كانوا متواجدين ما عدا رئيس الاتحاد السيد عبد الخالق مسعود اللي غاب عن الاجتماع. وبالتالي إلى الآن يعني من خلال استماعنا لوجهات النظر إلى الآن ماكو حل رسمي وصلوا إليه الطرفين، بالتالي أنه اتحاد كرة القدم متمسك بقراره، الاستقالة مرفوضة جملة وتفصيلة، والكابتن عدنان درجال على حد علمنا مو من حقه أنه يطالب اتحاد كرة القدم باستقالة أعضاء. من أخطأ هم موظفين في اتحاد كرة القدم، وبالتالي إذا أخطأوا وإذا زوروا وإذا تلاعبوا باللوائح والقوانين الموجودة في اتحاد كرة القدم، فبالتالي من أخطأ هو يعني يحاسب بحسب القانون العراقي. مثل ما نشاهد هذه الصور الخاصة والحصرية لبرنامج حديث الملاعب، بالتالي هذا الاجتماع اللي جرى قبل قليل واللي انتهى قبل قليل بين الكابتن عدنان درجال وأيضا أعضاء الاتحاد.
يعني خرج من الاجتماع السيد علي جبار والسيد كامل صغير والسيد غالب الزاملي. الإخوان قالوا أنه الاجتماع انتهى، لكن بخروج السيد علي جبار وأيضا السيد غالب الزاملي وكامل صغير بخروجهم أنه انتهى الاجتماع على حد المعلومات اللي وصلتنا. السيد كامل صغير الآن عنده اجتماع مع وزير الشباب والرياضة مع الكابتن قحطان شتير من أجل حل أمور منتخب الشباب وتحضير الأموال للفترة المقبلة وتحضيرات المنتخب لبطولة آسيا وتصفيات آسيا والمشاكل اللي طرحها قبل فترة. وما شاهدنا أنه خروج البعض من أعضاء الاتحاد هو غير يعني على خلاف اللي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بأن أنه هناك أكو زعل أو أكو ربما مشادة أو مشاكل بين بعض أعضاء الاتحاد و الكابتن عدنان درجال. بالعكس الأمور كانت طبيعية، كل واحد طرح ما بجعبته من رؤى ومن أفكار للفترة القادمة. الكابتن عدنان درجال طرح مظلوميته بالأوراق والمستندات اللي يمتلكها، وبالتالي اتحاد كرة القدم أيضا يعني دافع عن وجهة نظره. بعض أعضاء الاتحاد قالوا إحنا ما نعلم بكل الأمور، البعض الآخر من أعضاء اتحاد كرة القدم قال في جزئيات مهمة أنه الكابتن عدنان درجال هو محق في بعض الأمور. اليوم قبل هذا الاجتماع صباحا كان عندنا لقاء ويا السيد علي جبار اللي يتحدث عن الموضوع صعب جدا، وربما إذا بقت الأطراف متمسكة وماكو حلول وسطية قال راح أضطر أنه أغادر الاتحاد وراح أقعد ببيتي وما لي علاقة بأي موضوع، كل واحد يأخذ حقه ضمن القانون. نتابع التصريح ونعوده. أنا قاعد أتحدث يعني مع الأخ عدنان درجال وقاعد اتحدث مع اخواني واريد لي حل، هذا الحل يبعد المشاكل. مثل ما تعرف انه موضوع المحاكم موضوع غير صحيح ابدا اطلاقا، موضوع لا سامح الله اذا حدث شيء هذا الموضوع راح يروح باتجاه اخر، ولهذا يجب على كل الاطراف ان تتحدث بالعقلانيه، ان تتحدث بالمنطق، ان تتحدث شلون نقدر ان نعبر هذه المرحلة. مثل ما تعرف أعضاء الاتحاد يعني هم باقين باتحاد، هذا اتحادهم وباقين باتحادهم وما حد يقدر يأثر عليهم أبدا إطلاقا. الموضوع الاستقالات أنا اجتمعت بعض أعضاء الاتحاد وقلت لهم يا أخوان يعني أثناء حديثي مع الأخ عدنان درجال طلب استقالات الاتحاد، وهذا الموضوع يمكن رفضه رفض قطعي. نقدر نوصل الحل أستاذ علي؟ أنت تقول لي أنت تعبان، نقول لي هذا العراق بالإجماع من شماله إلى جنوبه، طيب، بمسؤولين برياضين بمتابعين بعائلة كرة القدم، أكو واحد متدخل لحل المشكلة؟ أكو واحد ساعدني في حل المشكلة؟ ما ساعدك؟ أبدا. منو المتدخل؟ منو المتدخل هسه في حل المشكلة؟ أنت مو طلبت البارحة إياد بنيان وتواجد؟ حج إياد باتصال أنا وياه، والبارحة تغدينا سوا أنا وياه، وأنا اللي طلبته وحضر، وأنا طلبت حج محمد وحضر، لكن منو اللي ساعدنا يعني يفترض الكل، أكرر كلامي، يفترض الكل تذهب إلى حل هذه المشكلة. أكو ثقة بين الطرفين لو لا؟ بين عدنان درجال وبين الاتحاد؟ أريد بصراحة تحكي لي. أبداً 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 أبداً، لو أكو ثقة كان حلت. ماكو ثقة. لو أكو ثقة الحل. أنا هسه بيتحدث وياي شخص يعني إلي كل الثقة يعني أنا أعرف يعني إنه بس الآن الثقة مفقودة بالتمام. يعني أنا عندي حلول كثيرة. أنا الطرف اللي ما يجي ويحل اللي أريده أقول له الله وياك، وأنا ما محتاج لا لهاي الجهة ولا لهاي الجهة، وأنا يعني البارحة تحدثت فيها إذا أوصل إلى طريق مسدود أقعد بيتي. من خلال هذا التصريح يبدو أن الأمور متجهة إلى الطرق المسدودة مثل ما قال نائب رئيس الاتحاد السيد علي جبار. والشيء الغريب بهاي الأزمة كلها رئيس الاتحاد وين من هذا الموضوع؟ وكأنما السيد عبد الخالق مسعود الموضوع مو يمه، ولا أنه هو من افتعل الأزمة في الوقت السابق مع المحامي والمستشار نزار أحمد
اللي هم اللي افتعلوا الأزمة والفجوة الكبيرة اللي صارت، واتخذوا قرارات ظالمة بإبعاد نجوم الكرة العراقية وإقصاء الرياضيين وإبعادهم عن اتحاد كرة القدم من خلال القرارات اللي فصلها نزار أحمد. وبالتالي اليوم أكو أشخاص جاي تدفع ثمن المؤامرة اللي صارت من البعض على نجوم الرياضة العراقية وإقصائهم. وبالتالي الإخوان اللي اجوا وفازوا هو هذا حقهم، وأنا أقول لو أنا بمكانهم ما أستقيل، لأن أنا جيت بانتخابات. وبالتالي فعلا من أخطأ هو يتحمل المسؤولية. لذا احنا نضم صوتنا لصوت السيد علي جبار بأن نروح إلى حلول وسطية، نقلل الأضرار بعيدا عن المشاكل الكبيرة. لأن البعض اليوم أسمع من اتحاد كرة القدم أنه إذا صار حكم قضائي بالعراق على بعض العاملين ممكن أن تدول هذه القضية، وربما راح تكون هناك عقوبات على الاتحاد العراقي لكرة القدم، وإحنا في ضوء التصفيات أو في إطار التصفيات. لذا نتمنى من الجميع أن يجلسون على طاولة مثل ما حدثت اليوم، وأتصور الكابتن عدنان درجال جاي بحلول منطقية للبعض، لأن يقول لك أنا أريد ضمانات من الاتحاد. إذا أجل المحكمة واليوم تأجلت لمدة أسبوع إلى الاثنين القادم، شنو الضمان اللي يعطيني اتحاد كرة القدم بأن أنه المنظومة الكروية وخارطة الطريق والإصلاحات راح تمشي، ما يرجعون إلى القوانين القصرية اللي وضعها نزار أحمد. التصريح الآخر للسيد علي جبار أو للسيد علي الأسدي اللي يتحدث أنه إلى الآن الأمور غامضة، وهم كأعضاء اتحاد كرة قدم ما يعرفون بكثير من القوانين اللي موجودة واللي انصاغت من أجل الاتحادات، وهاي من أجل انتخاب اتحاد كرة القدم. وهاي كارثة بحد ذاتها، أعضاء اتحاد كرة القدم ما يعرفون أنه شنو اللي جاي يصير. وبالتالي شجاعة عند ما يطلع شخص يقول أنا ما أعرف وهذا الكتاب كان مخفي علي، يعني أنه الأمور تدار ببعض الشخصيات المحسوبة داخل اتحاد كرة القدم. التصريح للسيد علي الأسدي عضو اتحاد كرة القدم مع ماهر حسن. يوم أمس كانت هناك أنباء تفيد بأنه الكابتن عدنان درجال سيواجهكم ببعض الدلائل والقرائن من أجل تقديم استقالاتكم أو تشجيعكم على تقديم الاستقالة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الموضوع ما يعني عده هو بعض الأشياء اللي يحس بها بظلم بموضوع استبعاد الانتخابات. يعني احنا انطينا حق بعض الامور، بعض الامور راح نراجعها سوية، يعني بعض القرارات وبعض الاشياء اللي صدرت بحق لكم بعض الامور اللي ما تدرون بها سابقا. يعني اكيد اكو امور ما نعرفها، احنا وضحنا اياها الكابتن عدنان، امور مالية ادارية انتخابية طرحها كلها تنظيمية انتخابية. ما كان موضوع طرح رجل يعني متفهم وكبير في كل شيء. الموضوع وصل كسر عظم، احنا الوسط الرياضي كله يعرف بانه يعني ترك قضية الثلاثي المعروف يعني الموظفين داخل الاتحاد نظير تقديم استقالاتكم. هذا الموضوع يراد لجادة صائبة. لا هذا الكلام مو صحيح كابتن، الإعلام هو الأمور يعني، وهذا موضوع انه الثلاثة اللي مقابل استقالات هذا مو صحيح. لا مو صحيح. طيب أصلا ما نطرح موضوع استقالاتنا. ما نطرح نهائي ولا طالبكم كابتن عدنان طالبنا بالاستقالة نهائي. نهائي. طيب وناقشتوا موضوع السيد رئيس الاتحاد هناك استقالة؟ لا ما هذا الحكي ما صار. أنا ما أقدر يعني أحكي لك أكثر، الموضوع يعني بمباحثات وسط الرياضي يريد يعرف على الأقل نتيجة لهذا الاجتماع. نتيجة إنه إحنا قاعد نهيئ لأرضية مشتركة مع الكابتن إن شاء الله الأيام القليلة. طبعا هو أكيد هو رجل مرحب بكل التفاصيل. هذا الكلام اللي يتكلم به عضو اتحاد كرة القدم السيد علي الأسدي يقول انه الكابتن عدنان درجال ما قال قدموا استقالاتكم، على عكس التصريح اللي قبله للنائب اتحاد كرة القدم او نائب رئيس الاتحاد السيد علي جبار اللي قال انا ابلغت اتحاد كرة القدم بأن السيد عدنان درجال طالب أعضاء الاتحاد بتقديم استقالتهم حتى نمضي بالإصلاحات. هذا اللي إحنا نتحدث عنه، نتمنى أنه تكون الأمور أكثر شفافية.
هذا الموضوع راح يسوي شرخ، راح يسوي فجوة بين أعضاء الاتحاد، وهي فعلا موجودة هاي الفجوة، لأن أغلب أعضاء الاتحاد ما يعرفون شنو اللي جاي يصير بكتاب إخفاء الانتخابات، مرورا بكتاب إخفاء الحظر عن الملاعب العراقية، وكثير أمور وما خفية كان أعظم داخل منظومة اتحاد كرة القدم. التصريح الآخر للسيد يحيى كريم عضو اتحاد كرة القدم اللي أكد أنه الخلافات هي قانونية بحتة بينه وبين الكابتن عدنان درجال، هو يفصل كيف ما يراها وإحنا نفصل على طريقتنا الخاصة. نتابع ونعود. أكيد خرجت بنتائج الوسط الرياضي كلها بانتظارها. هو شوف يعني هو الاجتماع دائما هو اجتماع رياضي، أكو هناك اختلاف حول نقاط قانونية بالنظام الداخلي بقواعد الانتخابية، الكابتن عدنان يعتقد بهناك هاي القواعد بها مو صحيحة، والاتحاد يقول هاي الانتخابات صحيحة، فهذه الأمور يعني اليوم يعني كان اجتماعنا تداولي أخوي، أي مشكلة ماكو. احنا أتمنينا من الكابتن عدنان درجال يكون أكثر تجاوب بخصوص الإخوان اللي هم معتهم قضية جنائية، موضوع يعني ما بيهم تزوير، احنا تكلمنا معاه هي ماكو تزوير محارات رسمية، هو مواضيع هي أمور اتحاد، نحن منظمة تابعة للاتحاد الدولي، القضية مطروحة أمام القضاء، الدعوة أجلت الأسبوع القادم إن شاء الله. أستاذ يحيى، بما أنه الدعوة أجلت، الخيار اللي انطرح حول موضوع تقديم الاستقالة من عدمه، هذا اللي هو هذا المتداول واللي الجمهور الرياضي يريد يعرفه. الاستقالة مستبعد نهائيًا، إحنا لأن أعضاء الاتحاد ليس مذنبين ولا مزورين ولا لديهم اختلاس مالي ولا فساد إداري مالي، إحنا نعمل بالممكن، إحنا نعمل بالمستحيل، احنا كل الامور تجري هي بالعلن امام الناس، لذلك احنا نصارع الزمن من اجل نجاح منتخباتنا الوطنيه ومشاركاتهم رغم العواز المالي رغم الازمه. رده فعل كابتن عدنان درجال اللي ممكن ماخذ على عاتقه انه ما تحل الازمه الا من خلال تقديم استقالات. لا بالعكس، يعني الكابتن هو متفهم الوضعيه، وبعد يعني السماع اخوان اعضاء الاتحاد ولديه اطلاع على وضع الاتحاد كيف يدار بهذه الازمه الماليه الخانقه، لذلك الامور ان شاء الله تسير. لا الوثائق اللي واجهكم بها واللي كان من ممكن من تشوفونها تقدمون استقاله؟ لا اي وثائق ماكو، كل الامور نعرفها احنا، هناك يعني امور يعني اعتراضات وتفسير القوانين، القوانين يمكن انا افسرها بهالماده بهالطريقه، هو يفسرها بغير طريقه، تعرف انت الموضوع المتداول انه هناك ثلاث نسخ للنظام الاساسي، وهذا اللي يبرهن عليه الوثائق اللي يقدمها كابتن عدنان. لا توجد نسخه واحده هي موزعه للجمعيه العموميه، الجمعيه العموميه وعليها صارت انتخابات، لكن هناك اكو مسودات، لدينا يمكن احنا ست نسخ مسودات من النظام الداخلي تم تعديلها في اجتماعيه للجمعيه العموميه، هناك مقترحات، لذلك يمكن هناك اكو نسخه من المعدله ونسخه اصليه، ولذلك اكو اختلاف بين هاي النسخه وهاي النسخه، هاي امور يعني هو الاتحاد الدولي، وهاي النسخ معروضه امام محكمه الكاس، محكمه الكاس نهايتها شهر تحكم، اذا كانت محكمه الكاس لديها اقتناع كامل بان هذا النسخه للنظام الداخلي هي التي ليست جت على الانتخابات، بامكان محكمه الكاس اعاده الانتخابات. زملائكم ليش خرجوا من الاجتماع وانتم بقيتم مستمرين؟ والله بقينا نصلي، يعني خلص الاجتماع وقعدنا ويا الكابتن صلينا وطلعنا، ماكو مشكله، يعني اليوم يعني لقائنا ما الجماعه ما يصلون مثلا؟ لا صلوا اثناء كان استراحه بين الشوطين. اذا هذا التصريح وهاي الامور تنطيك انه الى الان اكو شيء بس مخفي، اتحاد كره القدم ما يقبلون يبوحون شنو اللي صار داخل هذه الجلسة اللي أثرت ربما على بعض أعضاء اتحاد كرة القدم، وشاهدنا الكابتن عدنان درجال يطلب من بعض الإخوان أن يكونون أكثر هدوءا. التصريح الآخر للسيد فالح موسى اللي تحدث عن حلول الكابتن عدنان درجال للفترة القادمة وشنو اللي قدمها لأعضاء الاتحاد حتى يقول مثل ما نقول أنه يبرهنون نيتهم فعلا بأنهم ما حاملين أو الثقة متواجدة بين الطرفين، مثل ما قال السيد علي جبار ماكو ثقة لا بين الكابتن عدنان درجال وبين اتحاد كرة القدم، وأيضا ماكو ثقة بين اتحاد كرة القدم والكابتن عدنان درجال، فكل واحد يريد البرهان والثقة من الآخر. قال السيد فالح موسى أنه الكابتن عدنان درجال طالب بإجراء انتخابات مبكرة، وهذا دليل على أنه اتحاد كرة القدم ماضي
مع إصلاح الكرة العراقية وأيضا تعديل في النظام الداخلي بالسماح إلى نجوم الرياضة العراقية أو نجوم الكرة العراقية بالدخول إلى الانتخابات بدون شروط تعجيزية. أما بموضوع الاستقالة وأن الكابتن عدنان درجال قال اتحاد كرة القدم وأعضاء لازم يقدمون استقالتهم، فالسيد فالح موسى أيضا كان مصر قال ولا واحد يقدم استقالة مهما يكلف الأمر. نتابع التصريح مع ماهر حسان والنعودة. والله ولا أعتقد أنه نتائج تصير قريبة حقيقة الأمر، يعني اتفاقنا الشيء اللي اتفقنا عليه انطرحت وجهات نظر كثيرة بالموضوع، وإحنا نريد نعرف الوجهات النظر. ما دام هذا الشيء هو مستمر، فأنت اليوم ما تقدر تقول لي أنه كل الوجهات النظر اللي انطرحت ما كتأيد مطلق عليها. لكن الشيء اللي حقيقة الأمر اللي أريد أركز عليه أنه كل اللي يتداول اليوم بالوسط الرياضي بأنه الكابتن اليوم يقول أنا ما مصر على أنه استقالة الاتحاد تكون موجودة ولا طارح هذا الموضوع، عندي حلول بديلة لهذا الموضوع أطرحها عليكم نتناقش. شنو الحلول البديلة؟ أنا أقول لك حلول البديلة يعني مثلا يدعو إلى انتخابات مبكرة، يعني ممكن نسوي دعوة لاجتماع الهيئة العامة. لذلك احنا اكو بعض الامور هي وافقتوا على هذا الطرح؟ اكو بعض الامور منطقية، خلينا اليوم ما صار تأكيد على اي نقطة من النقاط بقدر ما صار على انه اليوم احنا يصير عندنا جلسة ثانية. اذا الاراء مثل ما انطرحت اليوم اعتقد ما راح نوصل لاتفاق. اذا كانت اكو ممكن تشدد بالرأي من قبل كابتن عدنان درجال؟ فقط من الكابتن عدنان، حتى الاتحاد اليوم الاتحاد كشيء مبدأ رافض الاستقالة، هذا كشيء ثابت. تقول موضوع أنه ممكن الموضوع ما يوصل إلى كسر عظم، إما الاستقالة وإما السجن. شوف احنا دائما في كل موضوع أكو أطراف متسببة بهذا الموضوع. يعني شوف إذا أنت تراجع المسلسل لمدة سنة أو أكثر من سنة، ولا في يوم الاتحاد سعى إلى شكوى ضد الكابتن عدنان درجال، ولا سعى في يوم العقوبة. احنا ما نريد نكرر كل يوم، احنا العقوبة كنا وصرحنا من اول صدورها لليوم انه احنا ضد هاي العقوبة، واليوم ايضا اكد فالح وين كنتوا من صدرة العقوبة؟ هسه هذا شوف هذا ما يتحمل الاتحاد حقيقة الامر، لانه اكو لجنتين، لجنة انضباط ولجنة استئناف. هذا الاتحاد الدولي يقول هاي لجنتين مستقلة، وحضرتكم ايضا كنتم متابعين هذا الامر وتعرفونه ومتابعينه بشكل دقيق جدا، من هو اللي اصدر العقوبة وكيف صدرت هاي العقوبة. صح هسه الاتحاد بما انه كان موقفه في ذاك الوقت هو رافض هذا الموضوع، اليوم لو تسال الكابتن طه عبد حلاته من اللي رفض هذه العقوبه، من اللي قال انه هذه تمشي او هذه ما تمشي، راح يعطيك بالاسماء. الكابتن يطرح موضوع يقول انه انا العقوبه معاقبه 8 سنوات، يعني احنا اول مره نسمع مثل هذا الكلام، يعني العقوبه 5 سنوات ماشيه وعقوبه 3 سنوات اخرى. انا اعتقد هذا غير وارد، وانما 5 سنوات صارت 3 سنوات، لانه لا يمكن ان يصير هذا الامر. هي مو بس هاي الشغله اللي ما تعرفوها، يعني العديد من الامور يوم امس تحدثوا انه اعضاء الاتحاد ما يعرفون اكو بعض الوثائق اللي راح يخليها كابتن عدنان درجال على طاولتكم ممكن تعجل باستقالتكم. اليوم اطلعنا، لا شوف انا قلت لك هذا ما اي وثيقه تطرح اي موضوع يطرح مال انه تعجل باستقاله الاتحاد، هذا غير وارد، مو حبا بالمنصب او انه اريد ابقى عضو اتحاداني، هو مو منصب كشخه بقدر ما انه اكو قضايا منطقيه يجب ان تعالجها بالمنطق. شيء اليوم انا اريد اتحاور وياك، من يكون عندي راي مسبق وراي واحد الحوار ما له داعي بعد. لذلك انا اقول عند ما تطرح اراء حسيتوا اكو هيك شيء بالاجتماع؟ يعني اكو يعني اصرار لكن مو نهائي. الوسط الرياضي الجماهيري دا تشوفه، يعني انت مو بعيد عن الوسط الرياضي، نسبه ممكن 90% يحثونكم على المغادره. هذا ما يصير. انا اقول لك اذا الاجتماع الثاني او حتى الثالث بنفس الطرح اللي موجود اليوم اعتقد ما راح يصير حل. بنعم او لا السيد عبد الخالق مسعود قدم استقالة أم لا؟ نهائيا لا. إذن هذه هي ردود الفعل اللي كانت بعد الاجتماع المهم واللي ترقب الشارع الرياضي بين الكابتن عدنان درجال اللي ما صرح للقنوات وإلى وسائل الإعلام نهائيا وتحدث بكلام واضح إلى الجميع، أني هدفي الإصلاح في منظومة الكروية، خصوصاً أن المنظومة الكروية تعبت والناس اجتهدوا وعملوا في وقت سابق، لكن اليوم
نشكرهم احنا على الفتره السابقه، ولازم يتركون المكان لناس اخرين حتى نقدر نتطور للفتره القادمه، لان وقع حيف وظلم سابقا على كثير من النجوم. وايضا كلام مهم لي السيد فالح موسى اللي قال احنا كاتحاد كره القدم مو احنا اللي فرضنا العقوبه على الكابتن عدنان درجال، من فرض العقوبه على الكابتن عدنان درجال هي لجنه الانضباط ولجنه الاستئناف، هي اللي تتحمل العقوبه. وكانما الاتحاد يتنصل اليوم من هذه المشكله ويرميها في هذه اللجنتين اللي اليوم بصراحه راح نتحدث على المكشوف بامور وحقائق راح تكشف للمره الاولى، من اللي صدر العقوبه وشلون صدرت وكيف. انا اعتبره هو بيضه القضبان في قلب المعادله. لو صادر العقوبه من لجنه الانضباط بالتالي العقوبه راح تسري على الكابتن عدنان درجال. الحديث اكثر يسعدني ان ارحب بالسيد طه عبد حلاته رئيس لجنه الانضباط سابقا ورئيس نادي التاجي. اهلا وسهلا بك في برنامج حديث الملاعب. اشكرك استاذ عمر، بارك الله بيك، تحياتي لك وكل مشاهديك الكرام. اتحاد كره القدم يحملك المسؤوليه، يقول انت من اصدرت العقوبه على الكابتن. المسؤوليه ويقول لجنه الانضباط، اكو لجنتين، لجنه انضباط ولجنه استئناف. نعم مستقله، نعم صحيح، واحنا لنا الحق باصدار اي عقوبه، ولكن عندما تصدر عقوبه احنا ما نعلم بها، هاي مو شغلنا، هاي مو اختصاصنا. نعم احنا اللي نصدر نقول صدرنا زين. فتحدث الاخ فالح موسى وكان كلامه منطقي لانه اصلا ما كان موافق على العقوبه. فالح موسى طبعا ما موافق على عقوبه الكابتن عدنان درجال، هو مع استاذ غالب الزاملي وكان استاذ سعد مالح ان شاء الله الشفاء العاجل، وكان ايضا الاخ علي الاسدي، كانوا جالسين واحد بجانب الاخر. يعني كل الاتحاد كان جالس. عندما انا تكلمت مع الاخ المول سيد رئيس الاتحاد قلت له ترى احنا بعد ان تبينت انه الاوراق انه الكابتن عدنان درجال مجاوب وكانت هاي الاوراق مخفيه. اها طبعا احنا دازين ثلاث كتب جوابين مجاوب عليهم كلها الكابتن عدنان درجال. زين الكتب ما جتنا الاجابات. زين الحاله الاخرى زين، من الوافق ومن الما وافق؟ من الرفض؟ هو ما كان تصويت، هو كان جلوس مع السيد رئيس الاتحاد والاخوان الاعضاء قاعدين كلهم ما عدا الاخ كامل صغير كان عمليه عنده في ما كان موجود. نعم كان كابتن شرار كان ما موافق. يعني اعلنها قال لك انا مو مع العقوبه، ما موافق. يعني اقصد لك من يعني ما موافق على اي عقوبه على اي شيء. فلذي قال لي انه هو اصلا يعني كابتن شرار ومنو بعد وياه؟ والاخ علي الاسدي زين، والاخ غالب الزاملي زين، والاخ سعد مالح زين، نتمنى له الشفاء، والاخ فالح موسى. كل ما كانوا راضين على العقوبه لانه فعلا الاخرين ليش رئيس الاتحاد شنو اقول لك ليش بعد ان طرحت وجهه النظر الحقيقيه للمله سيد رئيس الاتحاد وقاعد كما انت جالس الان ونحن كل قاعدين معي كان الاخ طارق حافظ امين سر اللجنه. نعم تحدثت معاه زين، قلت له الان ما عندنا شيء يدين الكابتن عدنان درجال. كل الاوراق والمستمسكات اللي ارسلها تبين انه اوراق صحيحه ورسميه. شنو رد عليه؟ احنا فقط راح نعاقبه على شيء واحد هو وذلك لعدم تعاونه ويانا، يعني ما حضر يمنا زين فقط. وهذه وايضا نطالب وفق الماده 133 نطالب بصحه الصدور، اذا جانا صحه الصدور انتهت العقوبه. اي عقوبه ماكو على عدنان زين دلنا. شنو رد المله؟ قال هذا الشيء يمكن بعد انا ما اتدخل، انتم لجنه مستقله، لان دا اشوف الاتحاد كله قاعد اعضاء اتحاد زين، بالتاكيد راح يكون جوابه هذا لازم يكون جواب ليش انتقلت رسمي وقانوني. ليش استقاليت وانتقلت مثل ما نقول الى فريق الكابتن عدنان درجال ضد اتحاد كره القدم؟ انتقلت مع الحق، انتقلت مع الحقيقه، انتقلت مع ما اصير مع الظالم، انا مع المظلوم. الظالم يعني اتحاد من؟ كره القدم ظالم؟ كل من اصدر القرار. اخي احنا صدرنا ثلاث سنوات مع مراجعه القرار زين. يعني بعد صحه الصدور الكابتن عدنان درجال اعفاء كامل يرجعون القرار حتى نعفيه زين. وتنتهي كل شيء. شنو اللي صار؟ اللي صار ما رجعنا لا قرار، واذا
ورا 10 ايام يجيني رساله من كابتن عدنان درجال يقول لي انت معاقبني 8 سنوات؟ ثلاثه وين؟ مراجعه القرار وين؟ 8 وين؟ من اللي سوى هذه العقوبه؟ هو انا اسال. احنا على اثرها انا قدمت استقاله، ما اقبل. لانه انا شفت اخوان اعضاء الاتحاد اللي جالسين يعني كلهم نفسهم وياه. وشيء يعني استغربت هذا القرار المفاجئ، من قام بهذا الشيء؟ من اللي صار؟ انا طبعا بالتاكيد يعني هذا استشارات وقياده موجوده هي اللي دارته اكيد. من يعني بتقديرك؟ ما اعرف، انت كنت موجود بذيك الفتره. انا انسحبت اي اعرف استقالة. بس انت تعرف بالتالي انا عفت الاتحاد بعد ان اصدرت قرار وما رجعوا لي اياه، حتى احفي الكابتن عدنان درجال استقاليت مباشره، لانه حسيت انه هناك شيء مضموم ومخفي باتجاه عدنان درجال. واني مو انا رجل لا اعرفه ولا كان عندي اتصال به سابق نهائيا. لكن بعد ان تبين انه هناك كل اوراقه ومستمسكاته اللي جابها الي، ومع العلم انه الملف مال عدنان الكابتن عدنان درجال مخفي كل هذه الفتره، من اللي خفاه؟ هو اريد اعرف، هذا ليه السر؟ يعني انت ما رحت لامانه السر؟ انت ما رحت لامانه السر؟ لان انا اتذكر بلقاءات سابقه قلت لك انت من تطلب او من تريد معلومات منين تجيك؟ اكثر من 5 مرات امام السر او 4 مرات انا رايح. اخوان الاوراق وين؟ فقط الاستاذ وليد طبره شوفني، كان عنده حاسبه، قال لي هذا موقع الوكره، شوف الخدمه مالته يعني الموجوده سنه ونص زين، والبقيه قال كلها ماكو ما موجوده، هذا موقع الوكره زي. وبعدين شوفني كتاب، قال هذا الكتاب غير دقيق على اعتبار انه بمانشيت زايد من هالقبيل، يعني هو يشك بي انه باتجاه التزوير. هذا وليد طبره؟ نعم. زين، فاحنا تدري يعني ما اريد ان نثير الامور. تواصلت مع نزار؟ ايضا صار حديث مع الدكتور نزار، قال لي انه الكابتن عدنان درجال بعد ما يجي، ولذلك لانه الاوراق مالته كلها اللي ارسلها هي اوراق غير صحيحه، وعليه ما راح يجي بعد. زين، قلت طيب احنا كلجنه منين نسمع؟ نريد الشخص اللي غيرنا، احنا دازين عليه تحقيق. زين، قال ما راح يجيكم. طيب شلون؟ قال عندكم ملف باللجنه الانتخابات اخذوا. رحنا لجنه الانتخابات، قالوا بعد الانتخابات انه انتهت اللجنه، انحلت بعد الانتخابات، انتهت. يا بضباره وين؟ يا بامان ستير وين الضباره؟ ماكو. طيب احنا نقرر على شنو؟ احنا فقط كان قرارنا وفق الماده 133 اللي تنص على مراجعه القرار عند ظهور اي ادله جديده. بس هاي كارثه استاذ. طبعا طه، يعني اليوم من اعضاء الاتحاد يقولون احنا كل شيء ما نعرف، واكو اوراق تنظام واكو ملفات احنا ما نعرف بيها. هذا دا اقول طيب كارثه. زين من اللي يعرف العز الاتحاد؟ زين زين، انت من تعاقبه 3 ب5 على شنو؟ هسه عاقبه 3 ماشي، ودزها الاتحاد. زين، قول يا ابا هاي وقعوها لجنه الانضباط وصادقوا عليها ودزها للاتحاد الدولي. زين عادي، لكن انت هاي الخمسة عشرة فتح. بعدين انت من توصل يعني الكابتن يعني عدنان درجال؟ لا لا، لو تريد تدزها مع العلم هو القرار واضح، يقول مراجعه القرار من قبلنا. زين، موجوده باللائحة. زين، يعني اتخذوا القرار بدون الرجوع لكم؟ بدون رجوع وبدون كل من يمهم 3 ب5 8 ودزها للاتحاد الدولي. واحنا يا غافلين لكم الله. من الموقع؟ هو ليش لعد الان صباح رضا بالمشكله، وليش وليد طبره المشكله؟ هم اللي موقعين، هم موقع دكتور صباح رضا عليها. طيب من اعطاك اياها يا دكتور صباح رضا؟ قول لنا. زين، من اللي اوعز لك؟ قول لنا. انت ايضا يا الاخ وليد طبره، من اللي اوعز لك؟ غير انتم كلجنه عندكم محضر اجتماع وتقررون به وتوقعون؟ طينا 3 سنوات ومحضر موجود وموقعين عليه كله. زين، تعرف ليش انتم تضيفون وتخلون تحطون 8 سنوات؟ لعد احنا شنو وجودنا؟ احنا لجنه مستقله. زين، ليش شنو علاقتهم صباح رضا؟ ليش شنو علاقتهم السيد وليد طبره وصباح رضا يضيفون ويسووها 8 سنوات؟ اسالهم واسال من او عزلهم. هذا هنا السؤال، هذا هنا الاحراج. انت ما تعرف؟ انا بتقديري انت اليوم هسه انا من اوعز احد اعضائي بالاداره. نعم، من اكو عضو اداره يشتغل او مدير او موظف بالاداره اذا ما عندي علم انا رئيس؟ زين، يعني تقول
رئيس الاتحاد هو من أوعز؟ هذا واضح ما بالتأكيد، يعني ما بيها مجال للشك، يعني معقولة؟ يعني أنا أفهم من كلامك أنه السيد معقولة دكتور صباح بهذه البطولة وهذا الجرأة يوقع شيء وهو يعني ما عنده أمر من رئيس الاتحاد أو من ينوب عن رئيس الاتحاد؟ زين، يعني أنا أفهم من كلامك أنه العقوبة بحق الكابتن عدنان درجال أصدرها رئيس الاتحاد العراقي السيد عبد الخالق مسعود؟ أستاذ عمر، أنا رجل قانون. نعم. إحنا نتعامل بالمعطيات والوقائع. حسب المعطيات والوقائع اللي عندك. أنا بالنسبة إلي أنا التوقيع اللي شفته من قبل الدكتور صباح وبعد أن بالمحكمة أدلى بدلوة وقال أنا خذتها من وليد طبرة، وليد طبرة قال لقيتها علميز. زين، علميز هاي 8 سنوات جت نزلت من من السماء نزلت علميز. يعني كلام هذا كله هواء في شبك. هناك تزوير واضح المعالم وعلى من قام بالتزوير أن يدفع الثمن. من يكون؟ هذا هو الحق، لا نجامل على الحق. نحن صدرنا كلجنة 3 سنوات مع مراجعة القرار بعد أن يجلب لنا صحة الصدور من نادي الوكرة. زين. والرجل ورا 3 أيام جاب لنا صحة الصدور. زين. هنا انتهت وخلت ساحة الكابتن عدنان درجال من كل شيء. إذا الآن يجب أن يأخذ حق عدنان درجال من الذين قاموا بالتزوير والإطاحة به بهذه الطريقة. زين، يعني اليوم وليد طبرة وصباح رضا وستار زوير هم فعلا مشتركين بالتزوير؟ بالنسبة للأستاذ ستار زوير هو اللي اليوم استقال طبعا، يعني مع يعني الرجل أنا ما شايفه بالاتحاد أبدا ولا كنت أعرفه، صدقني شفته بس بالمحكمة أثناء الشهادة أبدا. فتقول لي هو مشترك ما مشترك هذا إله، لجنة الاستئناف صدرت قرار غير ما أعرف قرار بالنسبة إلي. أنا بالنسبة إلي بعد أن قررنا وطلبنا مراجعة القرار ما رجعنا، كل واحد راح لبيته، عفت الاتحاد وطلعت. أنا لأنه شوف أستاذ عمر، أنا كنت معاهم في البداية وهم أصدقائي وأخواني. زين. والله كنت يعني أجازف بحياتي في سبيل أنه أرفع من شأن الاتحاد وتقدير واحترام لهم، الناس كلهم هم يعني كل واحد يريد ينجح. نعم. أنا الآن ما أريد أتحدث، أنا الآن من سألتني كنت بكل شجاعة وجرأة قلت لك فلان وفلان كان ضد القرار. وهذا حقيقة، إذا مو الكل لو خليت قلبت، ترى أكو بعد يعني مو كل هي تحاول سي أو تحاول. زين، البعض يقول كنتوا كلجنة انضباط خصوصا بقضية الكابتن عدنان درجال تأخذون قرارات مسلفنة جاهزة. ما احنا ما اتخذنا قرار، احنا القرار الأول بعد أن أبعدت لجنة الانتخابات حسب رأيهم يعني، وأبعدت بطريقة للأسف يعني غير حضارية وغير قالت هاي الأوراق غير دقيقة، طلب من عندنا كلجنة انضباط نحقق بالأوراق ودزينا على الكابتن وهذا صار. زين، شنو شهادتك كانت بمحكمة الكاس؟ كانت يعني مؤثرة جدا. وكان السيد القاضي المحكم كان حريص جدا على أن يسمع الحديث من عندي لأنه أنا تكلمت وقائع وحقائق، وأيضا وضحت للصورة بالكامل بأنه بعد أن فقدت لجنة الانضباط استقلاليتها أنا قدمت استقالة، أنا ومن معي يعني أكثر من 3 أعضاء قدموا استقالة وبعدها انحلت وجابوا بلجنة جديدة بعد. يعني إحنا من استقالينا وفق هذا، لأنه يعني أنت صدر 8 سنوات على شخص وإحنا يعني كيفك؟ إحنا لجنة شنو؟ علاقة نزار بهذا الموضوع شنو؟ شوف يعني أنا أوصف نزار أحمد يعني مع احترامي لسائق التاكسي، وين ما تجي كروة يروح. طبعا فهذا يفترض بي يعني هو باعتباره ملزم أمام قضية ملزم، فبالتأكيد راح يكون عنده يدافع عن قضيته ويدافع، حتى أكو قضاة أكو محامين يدافعون حتى لو كان يعرف فلان يعني قاتل
يروح يدافع عنه. فهو ده يدافع اكيد لانه هذا واجبه كمستشار الاتحاد، هذا واجبه. طيب عندنا تصريح في ضوء الكلام اللي جاي نتحدث به لعضو اتحاد كره القدم السيد احسان الزيرجاوي اللي كان حاضر بالاجتماع وقال انا من اجل الاصلاح راح اقدم استقالتي او مستعد لتقديم استقالتي، يعني بعيدا عن كل ما تدار الامور داخل منظومه اتحاد كره القدم حتى اثبت انه احنا ما جايين متمسكين بالكراسي. ووجه رساله للكابتن يونس محمود، خلينا نتابع ونعوده. استاذ احسان انتهى الاجتماع بس كنتائج يعني واضحه ماكو. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرف اخ ماهر هاي مفاوضات جاي تجري بيننا وبين الكابتن عدنان درجال. احنا اليوم حضورنا كاعضاء اتحاد قدم لا صح لما دار في وسائل التواصل الاجتماعي بان الاتحاد يقدم استقالته اللي هو يعني مطلب الكابتن عدنان درجال، لا يوجد هذا الكلام. دائما بعض النجوم يتحدثون في لقاءاتهم بانه اتحاد الكره يقاد من شخصيات ثلاثه فقط وباقي الاعضاء على الهامش. مو صحيح بس هو يعني للحق يعني المتواجد لازم اكو لجان مهمه بالاتحاد، طبعا رئيس الاتحاد واللجان المهمه المسابقات غير المسابقات يعني لازم اكو تواجد يومي. وتحيه ليونس محمود يقول الحاج احسان عنده ما اعرف ايش بيه الاتحاد، مو انت تعرف ايش بيه ما بيه، ايش يريد يضيف الاتحاد وايش يريد يسوي، راتب ماكو ولا ندور الراتب وما وزننا احد. وتحياتي لك ابو ذنون عوفني في حالي. رده فعل عنيفه على اعضاء الاتحاد من قبل الجماهير بصوره عامه، يعني ما من الممكن انه اخلي نفسي بهيجي موضع من اجل ناس تتجاوز عليه، على شنو؟ والله بصراحه هذا كلامك صحيح بس تعرف رضا الناس غير لا تدرك. فهم يحشون على كل واحد، شو يسوي لهم يعني؟ انا اللي علي انا قدمت النادي وقدمت للاتحاد، وتعرف انت شكو بالاتحاد؟ التقصير بالحكومه العراقيه اللي عايفه الوسط الرياضي. نعم بدون قوانين؟ هسه انت تعرف المنتخب الشباب اجى منو كرمه؟ ماخذ بطوله، كرمه رئيس الوزراء، وزير الشباب، الاتحاد ما حد كرمه، فهي الشريحه شبه من عدم يعني ما يحسون بهذا الانجاز. استحقاقات اسيويه بالدين. نعم اكيد هذا من ضمنهم. انا رحت على حسابي اخذت وفد وخسرت وصرفت فلوس وما يقارب 60,000 دولار لحد الان ما قابضها. شو مصبرك على وضع الاتحاد هذا اللي كله مشاكل؟ والله ان شاء الله ماكو مشاكل، واحنا شبه انا شبه مبطل من الاتحاد بالمناسبه، بس اللي رجعنا هذا يعني وسائل الاعلام من قالوا الاتحاد يقدم استقالات وجبريه، هذا اللي خلاني اجي. يعني من وسط الامور كسر عظم مثل ما نقول. اي حضرنا وان شاء الله اي خطوه باتجاه الاصلاح عن اول مستقيلين. انا احيي السيد احسان الزيرجاوي على الكلام الصريح اللي بعض اعضاء الاتحاد يريدون يتكلمون به بس ما اعرف شنو اللي يرجحهم، وبالتالي هذا الموضوع يعني انا ارفع لك القبعه اذا فعلا من اجل الاصلاح تقدم استقالتك. اتمنى الاخوان الباقين انه يحذون حذوك حتى ما ندخل في نفق مظلم، وبالتالي احنا نقول المصلحه العامه دائما هي اللي تتغلب على المصلحه الشخصيه. ساطاع عبد حلاته انت بيضه القبان اللي قلبت الموازين، رئيس لجنه انضباط تنتقل مباشره تشهد ضد اتحاد كره القدم مع المظلوم. أني ما أنتقل بقدر ما أني أنقل حقيقة، أني جزء من الواقع، يعني هذا صار فأنا أنقل كما جرى وكما حدث. فلذلك أكيد أنت من عبرتني تحمل مسؤولية، أنت واضعني وموقع علي ومخليني لجنة ومؤتمنة، وأنا فعلا كنت مؤتمن وياك إلى حد إلى الموت وياك للنهاية، لكن انت تسوي شيء انا ما اعلم به. اكو ملفات تخفى في الاتحاد؟ والله انا من خلال يعني تواصلي مع الكابتن عدنان درجال هناك كثير من الملفات موجوده لديه قد تقلب الموازين. اها بالتاكيد. شلون يعني؟ يعني اكيد هو يعني باعتبار انا شوف خلى اتكلم معاك بصراحه. الكابتن عدنان درجال ملم بكل شيء، امكانيه عاليه جدا. لديه القدره بكثير من الامور، القياده بنفس الوقت
شوف انت شوف ايش قد متصلب لكن قلب طيب ابيض ما يحقد فيحتاج يعني الى شويه بدون تزمت يحتاج الى بعض خلينا نقول يعني المداولات. اتحاد كرة القدم باخطاء قانونيه واداريه. احنا اليوم كل عملنا اكيد يصير باخطاء. لا لا جاوبني بصراحه باخطاء. نعم كثير كثير. انت لو جالس راح يروحون خلف القضبان برايك؟ من تقصد اللي اخطاوا داخل منظومه اتحاد كره القدم؟ بالتاكيد. اها اكيد. اكو اعضاء اتحاد راح ينسجنون؟ هذا يم القانون يم القضاء مو يم بالمحكمه الثانيه اللي ربما راح. انا ما شاهدت الاوراق بقدر ما يعني قرأت بعض الامور اشوفها بها كثير من الملابسات. قد يكون هم يفسرونها شيء هو يفسرها شيء لكن انا اشوف هي مخالفه. اكو تشكيل كتله جديده داخل اتحاد كره القدم بقياده السيد علي جبار؟ اكو شيء لازم اقوله انه الكابتن علي جبار اشوفه الان جاد جد بقوه باتجاه عمليه التغيير والاصلاح. انا دا لاحظه فبدا يخطي خطوات سريعه لانه شوف لانه هو كان بس مو القرار مو بيده كان يقود هذه المنظومه ولذلك العبء عليه. انا اشوف مثل ما تفضل قبل قليل يجب ان يكون هناك اكو كتله معارضه اكو من يقرب هاي وجهات النظر اكو كتله معارضه بقياده الكابتن علي جبار. اذا جاء كابتن عدنان درجال في الوقت الحاضر ستحل كثير من القضايا في الماليه والاداريه وكل الامور والامنيه كل الامور تنحل بالاتحاد. يعني افهم من كلامك كابتن عدنان درجال طوق النجاه لاتحاد كره القدم؟ اكيد. طيب اعطونا دقيقه شباب ناخذ رساله مهمه من الشيخ صباح الكناني يقول عمر حبيبي كل الحب والاحترام للاستاذ طه الجميع يعلم ويعلم جيدا ان رئيس الاتحاد هو من اعطاهم الامر وانا شخصيا شفت وليد طبره قال للمله اعطيني الكتاب وللعلم كل هاي الاجتماعات مع الكابتن تثبت بالدليل ان الاتحاد على خطأ وانا اقول ليس الاتحاد شخصا رئيس الاتحاد والدليل كلام علي جبار هو وحده الذي يعمل على حل الأزمة ويثبت بالدليل ان جميع القرارات محصورة بين الرئيس والنائب. تحياتي للشيخ. رسالة اخرى من الكابتن محمد علوان يقول تحياتي لك استاذ ابو يوسف ولضيفك الكريم الاستاذ طه عبد حلاته الرجل الشجاع الذي تكلم الحقيقة التي لم يتكلم بها احد. هذا الواقع الملة هو على رأس الهرم وهو من يتحمل المسؤولية. هذا تقديري واحترامه إلى الرجل. هو يتحمل المسؤولية الملة كل الآن مدرسة. شوف حتى أي واحد بينا إحنا طالما أنا قائد منظومة يجب أن أتحمل هذا. هذا واقع ليش أتهرب منه اليوم شلون شوف. ولكن أشوف أيضا أنا أثني على الملة قال أنا أقدم استقالتي. ابتعاد الملة عن هذا الموضوع يعني حس أنه يعني أنا بتقديري تقديري حس بالظلم وحس أنه هناك شيء قد حدث غير متوقع وراح الناس اللي كانوا نعم فاز بالانتخابات في الاتحاد الآسيوي اي نعم العربي هي هاي الغاية غاية واللي يجي يقول لك أنا أترك الأمر نعم للكابتن عدنان. وانت شوف الضائقات المالية بالاتحاد ترى قوية جدا حاليا. أنا أشكر تواجدك معنا الأستاذ طه عبد حلاته رئيس نادي التاجي أتمنى لك الموفقية إن شاء الله في قادم الأيام. أشكرك أستاذ عمر بارك الله بك تحياتي لك وكل مشاهديك الكرام. شكرا جزيلا لتواجدك معنا وايضا شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. انتظرونا باكر وحلقه جديده من برنامج حديث الملاعب. تقبل تحياتي انا عمر رياض وتحيات فريق العمل. الى اللقاء.